فور العرض دي الاشكال بتاعته هوريكم كده شكل البيتي فور يعني مثلا دي كده الشوكولاته وعليه شوكولاته بيضة في كمان البيتي فور العادي اللي هو ده وعليه من فوق شوكليت شيبس وفي كمان بيتي فور بشوكولاته البيضة وهجرب معاكم البيتي فور العادي اللي هو ده اللي هو الساده وعليه شوكولاته بسم الله بتيفور العبد يا جماعه طعمه جميل لا يقاوم يعني انا دقت دي بعدين دقت دي قلت يمكن الاقي حاجه طعمها اقل من حاجه فاقول لا مش حلو على فكره بس هو لا بيتي العبد ما يتقارنش باي بيتي فور يعني بيتي العبد من زمان وهو مميز بالبتيفور فور